للسوية لا نعرف إلى أين ستأخذنا. هل ستحل بنا في صحف، في ثنايا رواية، أو ربما تقفز بنا إلى المستقبل واستشرافه، أو قد تنتقل بنا بقارب التاريخ إلى حيث الحكاية القديمة، أو ربما تقف عند منظومة فيها من الفكر، فيها من الفلسفة، أو ربما تتحدث عن الحراك السياسي في بلدها، لا نعرف. ولكن أترك لكم ابتداء فرصة التعرف عليها من خلال متابعة هذا التقرير. هي كاتبة وإعلامية وأستاذة جامعية ومدربة إعلامية مجازة في إدارة الأعمال والمعلوماتية وفي الإدارة والقيادة، الإعلامية التي ألغت الألقاب، هكذا يعرفها النقاد والصحافيون الذين واكبوا برنامجها الأخير بدون زعل. إنها ريما كاراكي. استطاعت أن تفرض أسلوبا جديدا على شاشات التلفاز عبر منادات الضيوف بأسمائهم الأولى فقط وليس بألقابهم أو كنيتهم، وذلك عملا بمبدأ أن الكل متساوون في المواضيع التي تخص الجميع. في مسيرتها الإعلامية 10 سنوات من المشاركة في ابتكار أفكار البرامج والإعداد المنفرد وتقديم البرامج التلفزيونية الفنية عبر قناة المستقبل، فمن عالم الصباح إلى الليل المفتوح، وحالة خاصة وأمور شخصية، وأنا وياك لتتوجها بدون زعل. ريما كاراكي تحمل إجازتين جامعيتين، الأولى في إدارة الأعمال والمعلوماتية من الجامعة اللبنانية الأمريكية، والثانية في القيادة والريادة من الجامعة الأمريكية في بيروت. أستاذة جامعية في مجال التدريب الإعلامي لسنة الرابعة إعلام في جامعة بيروت العربية، وتعطي دورات تدريبية في موضوعات إعلامية مختلفة. في العام 2010 أصدرت كاراكي كتابها الأول الليلة سأعترف، الذي احتل المرتبة الثانية في مبيعات معرض الكتاب في بيروت. يضم الكتاب المتوفر الآن في طبعته الرابعة مجموعة من المقالات التي قررت أن تدونها في محاولة لخلق الانقلابات على العدو وعلى الذات وعلى المعتاد كما تعبر في مقدمته. تتطبع برامج ريما كاراكي بطبعها، فهي مشاكسة وشجاعة وعميقة، تستطيع من خلال أسئلتها أن تحرر ضيوفها أو أن تحشرهم بهدف جعلهم أحلى وأصدق في عيون المشاهد. تستقرئهم بذكاء وتستنطقهم بعفوية، تورطهم وتتورط معهم في لعبة تعترف بأنها ليست موضوعية لبرنامج عندما يتكلم الحرف. حامد حسن، العراقية. من جديد أهلا بكم أحبتي المشاهدين. من خلال متابعتكم للتقرير المتقدم تعرفتم مليا على ضيفتي ريما كاراكي، إعلامية من لبنان. ابتداء حياكم الله وشكرا لقبول الاستضافة. هذا الشرف إلي ناجي. حياكم الله. أعطيك موجز تعريفي بالبرنامج. البرنامج يستنطق حروف اسم الضيف، أنت ضيفتي، إذن أنت الفارسة في هذا البرنامج. ما شئتي من المفردات اختاري، لا يوجد لدينا خط أحمر حيال أي مفردة حيال أي منظومة. نبدأ إن شاء الله؟ نبدأ بإذن الله. إذن ريما وحرف الراء، وماذا اخترتي بالمفردة؟ ربي. ربي، يعني في أو ليس في، قبل أن ندخل كان بيدي كتاب أعطيتني إياه، وهناك كلمة للناشر أن لك علاقة مع الرب، وهذه العلاقة فيها شيء من الخصوصية، وأيضا علاقة تنم عن مستوى معين في حدود هذه العلاقة أو في طبيعتها. الرب معك في كل مكان وفي كل شيء، ولكن مستوى الاختلاف أو مستوى التعاطي مع الرب، ما هو الشكل الذي يأخذه؟ أنا بحب بلش بربي لأنه هي الكلمة اللي أنا بستفتح فيها كل شيء بحياتي. بستفتح فيها نهاري، بستفتح فيها نومي، إذا صحت الكلمة أن أستفتح نومي، بستفتح فيها كل عمل أنا قادمة عليه أو كل مسألة أنا قادمة عليها، وبشعر أنه هيدا الشيء بيعطيني قوة غير عادية، قوة أني أتحمل عدم التوفيق، وقوة أني أقبل التوفيق بطريقة تخليني بشرية، بمعنى أني ما أنتفخ وما أنتزع. جميل.
فهذا الشيء بحسه انه نوعا ما بيعمل نوع من الرجلجه او التوازن بشخصيتي، بحيث اني على طول حس انه لولا ربي انا لم ما كنت وفقت، ولولا ربي انا ما كنت صبرت على عدم التوفيق احيانا. نعم. كمان فبس انا بكلامك عن جمله بالكتاب تحديدا اتكلم عن الدين بالمعنى الواسع، يعني انا لا اشعر انني انتمي لفريق واحد في هذه الدنيا. انا دائما بحط حد كلمه ريليجن انترناشونال. نعم. بحس حالي انتمي للكل، وبحس حالي انه هذا شيء نوعا ما يتكامل في كل شيء، لانه ربنا هو مصدر كل شيء بالاخر. لا. فانا اتقبل، يعني كلمه اتقبل الاخر بحسها ثقيله، لانه انا والاخر واحد. طيب يعني انت لا يوجد في شخصيتك منظومه اسمها اخر؟ لا ما في حدود آخر. يعني ما في حدود، او ما في انا هيك وهو هيك. طيب. هو خطا وانا صح، وانا صح وهو خطا. لا. جميل، يعني هذه المساحه لا اريد ان الجي اليها الان، ولكن دعينا عند مفردة الرب بالذات. يعني استذكر مقولة لنيتشه عندما تحدث عن أطروحة موت الإله، وهذه الأطروحة تطورت، موت الكاتب، موت الإيديولوجيا، موت الإعلام، موت المنهج وما إلى ذلك. يعني خلال هذه التجاذبات وخلال ضعف منظومة الماورائيات على سبيل المثال، هل نستطيع أن نقول أنه ثقافة التعرف على الرب أصبحت ثقافة متلكئة؟ لا، التعرف على الرب مسألة شخصية وتستمر، يعني هي منا مثل ما بيعتقدوا البعض أنه أنا باخذ هالكلام بحفظه وبعمل هالطقوس اللي لازم أعملها من صلاة ومن صوم. هي مسألة اكتشاف يومي. نعم. تكتشف يوميا أنه ربنا موجود، تكتشف يوميا مدى تعلقك فيه، تكتشف يوميا مدى حاجتك لإله. هي مسألة تتطور، بتكون عند أهلك، تكتشف الرب من خلال بداية حياتك الأكاديمية أو نجاحاتك أو خوفك عليهم، ثم تعود ويصير عندك أولاد، تكتشف الرب من خلال النعم اللي بلش يغلق عليك. جميل. تكتشف هي علاقة فيها تفاعل لا ينتهي، يعني هي ليست مسألة أنه أنا درست الدين في المدرسة وخلصته وصار مخزون ثابت. نعم. هو ليس مخزون ثابت، هو مخزون متحرك. إذن هذا التحرك أو المعاصرة، الدين هو مفهوم معاصر يتغير، ولكن بوجود أوتاد ثابتة لا يمكن أن تتغير. هناك خطوط عريضة ثابتة، وهناك المجتمع يحتاج إلى أنك تتفاعل مع النص. حتى نحن بحياتنا الشخصية لو ما قلنا، لو ما كنا نعرف نفتي أو نقول، نتفاعل بطريقة شخصية. يعني مثلا يقول البعض هذه مسألة مثلا مش مقبولة دينيا بطريقة معينة، إنما أنا أعتقد أن ربي يعرف أنه حالتي خاصة. جميل. يعني كأن نقول إذا بدك أنه الدين، نسيت الجملة اللي كنت أقولها، بس هو فعلا تفاعلي، هو ليس مسألة مسكرة. يعني خلص، الدين هو لديك منظومة تفاعل ومنظومة حراك تجاه الجميع دون أن تكون هناك حواجز، نستطيع أن نؤسس لهذا المعنى. عطفا على قول قبل قليل قلت أنا أنفتح على الكل. نعم. على الكل، جيد. نعم. هذا الانفتاح على الكل، يعني ألا ترين أنه يأكل من جرف الهوية الشخصية؟ لا، يغنيها. أنه يغنيها ويثبتها. يعني كيف؟ يعني كيف يغنيها؟ يغنيها ويثبتها. عندما أنت تستوعب الآخر. نعم. هذا معناته أنه أنت عم تعطي صورة عن دينك واسعة كتير. أنك أنت تشبه لحد كبير أهم الناس بهالكون. نعم. اللي هن نحن بنحب نتشبه فيهم، اللي هن أنبياء أنقياء أنضاف. لا أظن أنك أنت بهمك تتشبه بزعيم قد ما بهمك تتشبه بالنبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا أنا بقدر أكون واسعة وأستوعب الجميع، وأن يكون ربك هو يحاكم وهو يقرر. لست وهو في قصد التعايش، يعني هذه المفردة. لا، حتى كلمة تعايش، إنما قصد الدين. قصد الدين. نعم. أنت قلتي أنا أنت لدي دين خاص، لدي دين خاص، علاقتي مع ربي خاصة، تتيح لي أنه لا يوجد هناك شيء مقيد، إنما هذا الانفتاح موجود. لا أقصد التعايش. لا يوجد judgment أو لا يوجد محاكمة أو تصنيف للآخر. نعم. على أساس هو يعبد من وكيف. لا يوجد تصنيف. أنا في هذا المكان أتقبل الآخر مهما كان. جميل. أنا أحب ديني وألتزم بديني، ولكن أعتقد وأظن وأؤمن أن من منظومة الدين الرئيسية هي استيعاب الآخر إلى أقصى الحدود. جميل. إذن كما يقول الكثير من المفكرين وأرباب الديانات، الآخر هو مشروع للحب ومشروع للسلام ومشروع للحوار. نوصد هذه النافذة الجميلة، ننتقل إلى نافذة أخرى. يعني حرف الياء، هذا الحرف أشبهه بواحة زينت نفسها بنخلتين جميلتين. ماذا اخترت من المفردة لحرف الياء؟ يا ريت أو يا ليت. يعني هذه يا ليت نحن نعرف أنها تفيد التمني. نعم. في هذه اللحظة
وأريد منتهى المصداقية. ريما، ماذا تتمنى أن تكون؟ هذا أولا. وإذا كانت تتمنى أن تكون في سلطة قرار على سبيل المثال، مصدر قرار ومؤثر في تغيير حركة الحدث على مستوى البلد الذي تعيش فيه لبنان، فماذا تفعل؟ أول شيء أنا مش من الناس اللي بتمنوا، أنا من الناس اللي بيخططوا. إذن لماذا قلت يا ليت؟ لأنه يبدو أنني أحتاج أن أغير شوي من فلسفتي بهالمحل وأقول أنه يا ريت كلمة بتنقال، لأنه عم لاقي أنه المجهود الكبير اللي عم نعمله نحن الناس اللي إذا بدك قلقين أكثر من غيرنا على المصير، نعم. ما عم ننسمع كثير، واللي ناس منفتحين ما عم ننسمع كثير. فبقول يا ريت ربنا بيبعت من عنده وحي يوعينا كلنا بطريقة معينة. نعم. يعني ألا ترين أنه منظومة الرب بعثت الكثير من الأنبياء وألقت في ساحة البشر ما يريد أن يلقي، وبالتالي المسألة لا تخص الرب، إنما المسألة تخص بالناس بالبشر وكيفية تعاطيهم مع حزمة الدساتير السماوية التي وصلت؟ ما بدي أكون قاسية، بس نحن كلنا ما عدنا بشر. ما عدنا بشر. ما تزعل مني. ألا ترى أن الصوت قد لوحتي به عالي؟ لا لا لا، ما عدنا بشر أبدا. إذا بدك تقارن بيننا وبين الكائنات الأخرى، ربنا ميزنا بالعقل والدين. نعم. أين نحن من هذا؟ كيف تعرف الوضع اللي احنا فيه هلا والناس اللي اذا بدنا نقول انه احنا هلا بشر؟ لا. ربنا ميزنا بالعقل والدين، وين اني؟ طيب برايك سألتني بالنسبه لبلدي شو بعمل؟ لا. انا بلغي كل الوزارات، بفتح وزاره الشؤون الوطنيه، بلغي طوائف عن الهويات، بحاسب الفاسدين والمفسدين مهما كانوا مين ما كانوا، بحبس اولادي اذا هن عم بيسيئوا بحق البلد اولا اذا بدك. بس كل شيء عم بيصير يناقض مش بس الدين، يناقض المنطق، يناقض بناء الأوطان إذا بدك. جميل، لكن ألا ترين أنه هذا الأمر هو مسيرة في منظومة الخيال، المنظومة المشمشية كما نقول في المشمش في العراق؟ يعني مسألة صعبة، مثالية جدا، مثالية بأنك نحن دايما عندما نعجز نتكلم عن المثالية، نحكي عن حالنا، نحن شعوب أفضل من الآخرين والغرب متشرزم وما في عائلة، نحن اللي متشرزمين، نحن نكذب على بعضنا، بنكذب على بعضنا. طيب ليش بدي أقول مثالي إذا هو موجود فعلا على الأرض وأنه أنا أحتاج أن أنجلس من تفكيري؟ طيب إلى أين يعني أنت تعزين السبب ريما؟ يعني هل نستطيع أن نقول أنه السبب بالمنظومة الثقافية، المنظومة الدينية، منظومة النخب؟ نحن لا نجيد على سبيل المثال التعريف عن أنفسنا، نحن ما زلنا نشتر التراث ونعيش ضمن منظومة التراث، نحن لم نواكب الحداثة، لم نواكب عصرنا. هي خلطة من كثير أشياء، هي خلطة من إذا بدك اعتدنا على ماذا، مين قبلنا يحكمنا، كيف عملنا التغيير، شو صار بعد التغيير، قدي نحن بحجم التغيير، هل الناس اللي في ناس ببلادنا، انا ما بدي اكون يعني عم بطلع على الجانب المظلم من الموضوع، بالعكس انا مؤمنه جدا انه في ناس ببلادنا تصلح ان تقود العالم مش ان تقود فقط اوطانها، ولكن هالناس يا نحن منشيلها من الطريق، يا منختالها، يا منرشقها لانها وسطيه، لانها مستوعبه للجميع، يا ما بنفتح لها مجال ان تبين، يا بنيأسها. فنحن بحاجه انه فعلا الناس اللي اشخاص اللي بيعندهم رؤيه، نعم، يتكاتفوا مع بعض ويعملوا قوه معينه، لانه الناس كلها رح تلحقهم. جميل. هلا او بعدين. اذا العتب يقع على الجميع، على الجميع الانسان طبعا. البسيط والنخب والثقافات وما الى ذلك. كلنا متورطين. طيب نتمنى ان نقول انه في المستقبل ان شاء الله تتبدد هذه الصوره، وهذه اللوحه التي رسمتيها الان قبل قليل فيها الكثير من اللون الاسود، نحن بحاجه الى ان نستنشق عبير لوحه او نكحل العين بنظره الى لوحه فيها من اللون الوردي الكثير. نصد هذه النافذه يطالعنا حرف الميم، ماذا اخترتي من مفرده لحرف الميم؟ والله حيرني هالحرف شوي، كان في كلمه براسي بس نسيتها، كانت بتهمني كثير من المفردات تبدا ما بعرف شو بدك قلنا، يعني اسم شخصي انا لا اقول، هل تقولين انت سيده هذه الحلقه؟ خلينا نقول مال. المال هو العكاز الاكبر اليوم الذي يتعكس عليه مؤسسات ضخمه، دول ضخمه، وايضا بشر كما تعبرين انت، في تغيير سياسات وفي تغيير اوضاع، ولكن عمليه استثمار المال من أجل رسم ابتسامة على وجوه البسطاء، أعتقد أن هذه المساحة ضيقة جدا. يعني لا أريد أن أدخل في ظاهرة أو في واقع التمني وأقول
لو كانت ريما تمتلك أرقام مليارية بماذا تبدأ؟ دعيني أقول هذا ونفترض هذا الافتراض. بغير سيارتي. أغيظك؟ عم بمزح. لا، لو كنت أمتلك المال الكثير ما بدي أقعد أقول أشياء معينة، بس أنا أعتقد أنه المال هو أول امتحان لثبات إيمانك ولثبات نظافتك. بس أنت تغرق هلأ بالمصاري، هل ستبقى أنت؟ وهذا بالنسبة لي بحسه تحدي كبير، لأني لا أعرف، أتمنى أنه ما ينلطش شيء بدماغي. وبتمنى أنه يمكن كل شخص يملك المال، ما بدي أقول يفكر بالآخرين، أو هي مش مسألة حاجة، هي مسألة بناء. يعني أنا لما يكون عندي مصاري كتير وإجي ابني ببلدي مصانع، معامل، وظف ناس، شغل ناس، أعلم ناس، يمكن هذا أهم بكتير من أني أنا أعطي ناس إذا بدك من باب الإحسان. هذا بيكون له جانب معين، بس أنت بدك تعمل ما يشبه، ما بدي أقول كلمة إحسان لأنه شرسة بمحل كمان، فيها انتقاص من الآخر، ما يمكن أن خليني استثمر نفسي واستثمر الآخرين ببلدي باتجاه جيد وإيجابي. وما أكرهه بالمناسبة كوننا نحن بشهر رمضان المبارك. هو الناس اللي بتعطي مصاري باليمين وبتتصور بالشمال، اوعى ما تاخذ صوره كيف عم بعطي الاخر. وهنا انا عم بعطيه، عم بعبي جيبته وعم بنتقص من كرامته، عم بلغيه. لذلك انا احترم الاشخاص اللي بيعطوا بالسر. جميل. يعني انت خلال هذه الاجابه ربطت على كتف الماثور المقدس اكثر من مره، وهي عمليه اشاره ايجابيه. يعني عندما يقول احد العلماء، يقول عندما تريد أن تعطي شيئا ما على نحو الصدقة لا تعطيها إلا من وراء حجاب، يقول لأنني لا أريد أن أرى في نفسي عز المسؤول وفي الآخر ذل السائل. هي عملية حالة إنسانية جدا، نسميه تربيح الجميلة بلبنان. نعم، نتمنى أن نعيش هكذا ثقافة. ولكن عملية استثمار المال في شعوبنا أو في دولنا الشرق أوسطية هي عملية متلكئة، وعملية في بعض الأحيان لا تأتي بنتائجها على ما يرام، يعني على النقيض من الغرب على سبيل المثال. ليس مدحا للغرب، ولإنما هو تقرير واقع. والله حسب البلدان، يعني أنا ما بدي أحكي بالتحديد، بس في نموذج الإمارات مثلا، نموذج جدا مشرق، جدا مشرف. ما بدنا نكون عم نحكي بطريقة شوي غامقة، يعني ما بدي أقول كلمة غامقة بمعنى داكنة. إذا بدنا نشيل النماذج المضيئة على جنب ونحكي بالصورة الواسعة، نحن ككائن عربي لازلنا عم نعاني من كتير عقد، لازلنا فقراء بمحل معين بروحنا. ما بدي احكي كتير شاطرين بال 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 بالكلام واغنية يمكن بالشعر وبالتاريخ، انما ما عم ناخد شيء منه لهذا الشيء. لازلنا انه اذا انا معي مصاري كتير اول شيء فكر اعمله اتجوز مرة تانية. نعم. او مرة تالتة ورابعة. اي نعم. يعني ما بعرف ليش بروح التفكير بهالاتجاه. على كل حال، يعني معي بالي كتير جاري عمل قصر مثل قصري، لا بهده وببني غيره. نعم. لا انا بنزل مش باوتيل فخم، بنزل بالاوتيل بحجز الاوتيل كله. لو انا لحالي. نعم. يعني لا افهم هيدا المنطق، لازلت لافهمه، ما بفهم شو هي العقدة بالتحديد. طيب يعني اختم هذا الحرف، بس انا احيي. نعم. أحيي لما أكون عن جد أنا ما بحب أروح بالاتجاه النقدي، لأنه عندي عين نقدية أنا بتعب منها أحيان. نعم. أحيي الأشخاص اللي طلعوا بالآخرين، وعنا نماذج كتير ممكن ينحكى عنا بالعالم العربي، وفي أشخاص عطوا حالهم. جميل. يعني حتى إحنا عندما ننقد، يعني إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، يعني عندما نتحدث نقدا عن جهة معينة هذا لا يعني بأنه لا توجد مساحات وأشخاص على قدر عالي من الإضاءة. الحمد لله أنه نكتار كمان. جميل. نوصد هذه النافذة، نافذة حرف الميم، يطالعنا حرف الألف نستنطقه، ولكن بعد وقفة قصيرة لو سمحتي. أحبة المشاهدين، وقفة قصيرة ثم نعود إليكم. من جديد أهلا بكم أحبة المشاهدين، وهذه السياحة والرحلة الحروفية مع الإعلامية اللبنانية ريما كركي. مرة أخرى حياكم الله. أهلا وسهلا فيك. وصلنا إلى حرف الألف. هذا الحرف هو أنا أشبهه بالعمود الواسطي للخيمة. لا عمود لا خيمة، لا حرف ألف، الحروف بأجمعها تهتز. ماذا اخترت من مفردة؟ امرأة. امرأة.
الحديث عن المرأة حديث لا أقول ذو شجون، إنما حديث يفتح الآفاق. إذا كان هناك قلب مغلق لابد أن ينفتح، وإذا كان هناك طريق مغلق أيضا لابد أن ينفتح. علينا عندما نتحدث عن المرأة نتحدث بكافة مفردات الحنان ومفردات الهيبة ومفردات الاحترام، ولكن لا أعلم، دائما عندما نتحدث بأسلوب نقدي، لأن النقد بحد ذاته هو عملية فتح علاقة مع الحقيقة. ولكن حقيقة المرأة نريد أن نتعرف عليها اليوم مع ريما كركي حول المرأة في الشعوب أو في الثقافة الشرقية. هل تغيرت؟ يعني عندما نتحدث عن سبعينيات القرن العشرين في ثقافة الشرق حول المرأة كانت نوع من القيد الواضح. الآن نحن في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، هل زالت هذه الثقافة؟ هل ما زالت على حالها برأيك؟ إذا بدي أعرف المرأة بدي أعرفها مثل ما أنت عرفتها بالنسبة للخيمة، هي من تسند الخيمة. هي من تسند الخيمة، الخيمة لا. العائلية والخيمة الوطنية والخيمة. إذا المرأة تسلمت القيادة في العالم نعم ستقود بعاطفتها، وعاطفتها هي سلاحها القوي، عكس ما بفكروا العالم أنه العاطفة ضعف. نعم. العاطفة قوة، لأنك عندما يكون عندك عاطفة بتحب وطنك أكثر، بتحب أبنائك أكثر، بتخاف عليهم أكثر، بتفكر بذكاء أكبر لتحمي أكثر. ولكن ألا ترين أنه العاطفة بحاجة إلى توازن؟ وبحاجة إلى ثقل في الجانب الآخر يوازنها، لأنها لو انطلقت وأطلق لها العنان قد تكون مدمرة. هل تصف ما يفعلونه الرجال بالعقل إذن؟ أو باللا عقل أو بماذا؟ قادوا العالم كله، وين وصلونا؟ نعم. إذا بدنا نعطي هو قدامنا الأمثلة. إذا أنت عم توصف المرأة على أنها عاطفة بحتة، وأنا ضد هذا الوصف على كل حال، لأن المرأة هي خلطة. أنا أتحدث عن التوازن. هي خلطة، وإذا الرجل، مع أني أنا ضد هذا التصنيف، يعني هذا شيء أكيد مش منطقي، ولكن إذا بدنا نحكي أنه نفسح المجال شوي للمرأة أنها تكون بهذه الأماكن، قد يتغير شيء ما، يعني يمكن مش كتير منطقي هذا الكلام، لأنه الإنسان كتركيبة هو مزيج من الاثنين، هو مزيج من امرأة أو رجل معا. جيد. يعني أعطيك مثال الآن ومن خلال هذا المثال ولكن أعود. بضل في ولكن يعني أعتقد أنه أحد الأشخاص قال لأحد القوات سآتيك برجال قلوبهم كقلوب النساء. حلو. هذا يعني بأنه إذا تحركت العاطفة بالاتجاه الأسود من اللوحة هذا يعني بأنها ستكون مدمرة. كيف تعلقين على هذا المثال؟ مدمرة. المرأة ذكية جدا، وقد حذر البعض عبر التاريخ لهلأ من دهائها. نعم. سوف أحارب طبعا أنا من قبل النساء. لا أنا ما بحب أحكي بطريقة شاملة، هناك امرأة شريرة وهناك رجل شرير. لا نحن نقول لو إيه، بس عم نحكي بفرضيات، يعني فرضيات مثل ما نحن معودين نقول. لا أنا برأيي إنه المرأة لديها قدرة، لأنه تفكيرها تفكير شبكة. المرأة فيها تعمل أكثر من مهمة بالنهار، إذا بدك تحكي حتى عن المهمات البسيطة أو العميقة. إنما الرجل يتقن إذا بدك أفضل من المرأة كل مهمة بوقتها، يعني بس تخلص أول مهمة ليعمل الثانية. نعم. ما بيقدر يعمل مهمتين بالوقت نفسه. نعم. فأنا برأيي في محل معين نحن ما عم نستخدم جزء. هذا أيضا خاضع للنسبية هذا المعنى. لا ما عم نستخدم جزء مهم من مجتمعنا. نعم. هلا أنا إذا بقول لك هذه المسألة إن الرجل يقوم بعمل أمر معين بعد أن ينهيه يباشر بالعمل الثاني، يعني لا يستطيع أن ينجز أكثر من عمل في آن واحد. المرأة هي network person والرجل هو step person، يعني أنت يمكن بخطوتك تعمل أحسن مني بس أنا فيني أعمل أكثر من خطوة بنفس الوقت. فأنا برأيي ليش بدنا نحكي دايما عن هالجدار اللي بيني وبينك؟ معلش بل فيني على أني قدك، يعني فينا نعمل تغيير كبير. طيب. مع أني من جوا عارفة أني أحسن منك. طيب. أنا قبليني أقول كون قدك. طيب. يعني طيب الآن بما أننا نتحدث عن المرأة وولوج المرأة إلى عالم القيادة وعالم التصدي، يعني هل نستطيع أن نقول أنه الأمثلة النسائية في الثقافة العربية على سبيل المثال في ثقافة القيادة نجحت على سبيل المثال؟ هناك نساء لامعات جدا. نعم. جدا. على المستوى اللبناني دعينا نتحدث عن المستوى اللبناني. المستوى اللبناني أكثر بكثير من المستوى اللبناني. أنا ما بحصر المواضيع بمنطقة واحدة حتى لو أنا من لبنان. لا هناك كنيساء بالعالم العربي كله، في كويتيات، في سعوديات، في عراقيات، في إماراتيات، في بحرينيات، نساء معروفات وفينا نشوف على الجوجل مدى نجاحاتهم إذا بدك بإطار الأعمال اللي هي في البعض ناجحات بأمور النفط اللي هي بحث قد يخطر ببالك إنها بحث رجالية. طيب ريما، يعني من خلال كتاباتك في الصحف في المجلات على سبيل المثال، يعني يقينا كان هناك
حصة للمرأة والدفاع عن المرأة، هل هذا أعطى انطباع لدى المتابع لريمي بأنها الحامية والمدافعة عن حقوق المرأة على مستوى لبنان على سبيل المثال؟ أنا بحب دور البطولة مطرح ما أنا بستحقه، يعني أنا ما فيني أقول الحامي والمدافع، في نعم. في البعض يصادر أدوار البطولة وبيطلع كأنه هو اللي عم بضوي عم ينور المجتمع. أنا أفكر بهالطريقة، أنا أفكر بما يزعجني وما ليس منطقيا وبدل عليه مثل كثير أشخاص مثلي، بس في باب كامل بكتابي اسمه امرأة مع مرتبة الشرف. امرأة نعم مع مرتبة الشرف، في بقلبه إذا بدك نقد للمجتمع وتعاطيه مع المرأة من أبسط الأمور العائلية البيتية المجتمعية إلى أكبر الأمور اللي لها علاقة بالقيادة والسلطة وكيفية التعاطي مع المرأة وحقوقها، كلهم حكيت فيهم، يا بطريقة ساخرة بسيطة مضحكة، يا بطريقة عميقة مبكية. انطباعات القراء حول هذا الباب يعني بالذات، يعني عندما طرحت هذا الكتاب على سبيل المثال، هذا الباب يعني هل جاءتك مسجات إطراء نقد؟ وانا وملفت ان جاءت من كثير رجال كمان. نعم. هذا ما يدل الحمد لله انه هناك وعي، ولكن يمكن قد يكون الرجل ضحيه مجتمع كمان. نعم. ومشان هيك هو مش قادر يعني اطراء من قبل الرجل، من قبل كثير رجال، نساء كثير بس في كثير رجال، ما يفتكروا انه بس لون واحد يعني. جميل جميل. هل في نفسك شيء من المراه معنى معين حتى نغلق هذه النافذه؟ لا، بس انا بس بدي اقول انه لما يكون عندك يعني ما بحب التركيز على مساله الحنان وكانه شخص عم بحجم قدره اخرى. نعم. يعني لما نتكلم عن المراه علينا ان نتكلم على انها كائن عقله مكتمل وقلبه مكتمل وجاهز لان يعطي، لا شك ونحن ما عم نعرف نستفيد منه يعني. نعم. من باب المصلحه. نعم. مش من باب العدل. انسى العدل. نعم لا شك انسى العدل، اتكلم من باب المصلحه. نعم نعم لا شك في ذلك، ولكن انت تعرفين ان الثقافه الشرقيه عموما ثقافات الشرق وحضارات الشرق يعني تجعل المرأة في هذه الخانة الضيقة، ولكن اللي بيحطك ورا. نعم. ما بيكون اسمه ثقافة. إذا أنت معود عليه ما بيكون اسمه ثقافة. كلمة ثقافة هي كلمة فيها كتير من التقدم والتطور، لما ما يعود اللي أنت تصرفك ضمن خانة التطور والتقدم سقط من الثقافة. طيب يعني سقط من الثقافة. التقاليد، هناك تقاليد بالية. نعم. يعني ما بدنا نحكي بس في تقاليد كثير إيجابية حافظت على مجتمعنا، وفي تقاليد خلتنا ورا. نعم. فنحن لازم نعرف نتمرد على ماذا ونتمسك بماذا. هو هذا المثقف الحقيقي، يعني أنا في حوار سابق قلت أنه المثقف هو الإنسان المنتج للمعرفة الإنسانية، المنتج للمعرفة الإنسانية، سواء كان هذه الثقافة أو صادر عن امرأة أو صادر عن طبعا. رجل، المهم هناك في نهاية المطاف منتج معرفي إنساني. نصد هذه النافذة، يطالعنا حرف الكاف، ماذا اخترت لهذا الحرف من مفردة؟ أنا عم يروح حديثي باتجاه واحد، بدي يمكن استعين فيك لأنه يعني مش بإيدي، عم بتروح الأشياء باتجاه الأشياء اللي عايشينها. كاف بتروح باتجاه كافر. كافر يعني لا أعلم لماذا اخترتي، ولكن على العموم كفى. كافر. كفى. كافر إذا ما بدك كافر. لا لا خلاص، أنت سيدة هذه الحلقة. الكافر يعني أنت تعرفين نحن اليوم نعيش في منظومة تأويلية خطرة جدا، والمنظومة التأويلية هذه قد تؤدي بالحقائق إلى نتائج سوداء غير صحيحة. وعندما نتحدث عن دساتير الإلهية التي بعثها الرب، نجد بأنها تعطي كل شيء استحقاقه من التعريف والتعبير، ولكن هناك من يعطي لنفسه أن يصف شخصا ما، جهة ما، بأنها كافرة، بأنها منحطة على سبيل المثال، بأنها شاذة، بأنها منحرفة. من خلال هذا أريد أن أتحدث عن غياب المعايير في التشخيص، غياب المعايير في التشخيص، هذا أولا. ثانيا، من الذي أعطى لهؤلاء أنه هذا كافر وهذا غير كافر، هذا مؤمن وهذا غير مؤمن؟ من المخول أن يحدد إذا ما كنت مؤمنا أو كافرا؟ نعم. من المخول؟ جاوبني الإجابة كأني قد سألتك إياه، ماذا تقول؟ مين بيحدد إذا أنت يعني كلياتنا بنعرف، كلياتنا مؤمنين وبنعرف أنه ربنا فقط ربنا. نعم. هو من يسامح من يريد ويعاقب من يريد وينصف من يريد، وهو من يحدد مين بيروح على الجنة ومين بيروح على النار. نعم. ربنا وفقط ربنا. نعم. فقط ربنا، مهما كانت ممارسات الآخر أنت عم تشوفها بعين معينة منطقية أو لا منطقية. نعم. ما بحق لك تقول عنه هيك، لأنه أنت بتكون حطيت حالك محل ربنا
فبالتالي انت كفرت. طيب لانه ما فيك تحط حالك محل ربنا. نعم. يعني ربنا هو من يحدد ممارسات هالاشخاص او هوليك الاشخاص او هول الاشخاص. جيد. شو ماذا تصنف؟ جيد. اذا المشكله المشكله بمن يتاله. نحن نتعدى على دور الرب. الله. جيد جيد. الان هل ترين انه المشكله في الهرمنيوطيقة حيال النصوص؟ لكل شأنه في إخراج هذا النص على ما يلائم هواه؟ لا أعرف بصراحة، هذا الموضوع يؤلمني جدا. يعني مسألة عم تحكي عن مسألة الفتاوى، كيف نفتي وكيف التأويل. نفسر وكيف التأويل، المسألة التأويلية. التأويل لا، هذه كارثة، هذه كارثة، هذه كارثة. أنه أنت عايش، الدين ملجأ وليس تهديد. عم تصير الصورة وكأن الدين مسألة مخيفة عم تخوفنا، بدل ما نحن نكون هذا ملجأنا. ليش عم نشوه الصورة؟ ليش ما عم بيكون ملجأ الرحمة والغفران وتقبل الآخر، لا بل حماية الآخر؟ نعم. أين رجال الدين؟ رجال الدين بيهبوا لما يحكوا على النساء وممنوعات النساء. على المجتمع. أنا أتكلم عن، يعني أتكلم عن بلدي، تما كون عم بحكي كمان بشكل يمكن ما بعرف بغير محلات شو بيصير، تما كون مش مطلعة. بس برأيك هل مش هلا أكثر لحظة دقيقة أن يجتمعوا فيها علماء الدين من كل الطوائف ويرحموا الإسلام وينصفوا الإسلام، أو هن مش فاضين هلا يحكوا إلا وقت يكون في زواج المدني الاختياري أو في مسألة قانون اغتصاب الزوجة بنشوفهم كل دقيقة على التلفزيونات؟ هم لا يفعلون دورهم. طيب يعني أنت الآن في هذه المنظومة رميت الكرة في ساحة المؤسسة الدينية تحديدا. طيب هي مقصرة. نعم. لانه انا يعني بنشوف اشياء كثير، نحن بنشوف احيانا كيف يعترض رجال الدين اذا انت تناولتهم ببرنامج فكاهي، اذا انت انتقدت ادائهم. رجال الدين بشر مثلنا، يحق لنا انتقادهم ويحق لنا انتقادهم، يمكن باسلوب اذا بدك مهذب نوعا ما. طيب بس يحق لنا انتقاد. شكلك خفت. لا 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 لا, 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 لا انا اريد ان امدد المساحه الزمنيه اللي هذه اللي بدي اقوله انه انت يعني ريمي. ان شاء الله نرجع لحضرتك. انا لا اخشى يعني عندما اتحاور، انا قبل قليل ماذا قلت في بدايه الحوار؟ قلت لا يوجد هناك خط احمر ان شاء الله، ولكن هذه المفردة فيها الكثير من الكلام. نرجع الحديث حولها الى الفاصل او الجزء الاخير لو سمحت. تفضل احبتي المشاهدين، فاصل اخير ثم نعود اليكم. من جديد أهلا بكم أحبة المشاهدين، والجزء الأخير المتبقي من هذه السياحة الحروفية مع الإعلامية اللبنانية ريما كاركي. مرة أخرى حياكم الله. أهلا فيك. إذن في نفسي شيء من مفردة كافر، يعني أستذكر أنه في التاريخ الإسلامي هناك رصد لحدث للإمام علي عليه السلام مرة من آثار كنيسة قديمة، فقال أحد الأشخاص ممن كان بمعيته طالما أشرك بالله هنا، فالإمام نهاره قال لا، قل طالما عبد الله ها هنا. هناك فد رسالة، مسج بعثه الإمام قبل 1400 عام. هذا المسج هو عبارة عن احترام للأديان الأخرى. أقول أنا نحن، أو لا أقول أين نحن، ولكن ألا ترين بأننا لا نجيد قراءة ما لدينا من نصوص إجادة تامة، ولا نريد البحث عن اللآلئ الإنسانية الموجودة في المنظومة الحديثية؟ بخلونا أو نحن عم نكون بس أدوات؟ لماذا؟ بخلونا نبحث وندور ونعرف ونكتشف. أعتقد أنه لا يوجد هناك عائق، بالإمكان أن يبحث. ما بدي أحكي سياسي، بس نحن بإمكاننا نعمل إشياء كثير ونغير إشياء كثير ونبحث عن الحالة إذا بدك المنطقية أو الحالة الوسطية أو الحالة التفاوضية حتى. نعم. ولكن نحن ما بعرف إذا نحن فقط أدوات، يعني مساق باتجاهات معينة وعم نضيع أجمل ما فينا. دعيني أكون مشاكس حول هذا الأمر. يلا. يعني قبل قليل أنت تحبين دور البطولة. لا قلت لك ما بحب دور البطولة. لا تحبين دور البطولة. لا لما قلت لي أنت عم تنور المجتمع قلت طيب لك طيب طيب طيب، ولكن أنا أنت جندي مع الآخرين. ريمي أنت في مجال الإعلام. نعم. ومجال الإعلام هو عبارة عن كلمة، أنت عندما تتحدثين وتكتبين مقال أو تتحدثين في برنامج أو في نشرة أو في شيء تعلنين عن نفسك، أنت متواجدة. نعم. أنت تتصدين، وهذا التصدي بحد ذاته هو عبارة عن قوة. إذن كيف أنا أساق؟ لماذا أساق؟
على سبيل المثال أنت إعلامية والإعلامي لديه القدرة على قول هذا صحيح كما يرى وهذا خطأ كما يرى، إذن لماذا تساقين على سبيل المثال؟ لم أدافع. هلأ في بعض الإعلاميين الأحرار اللي يدفعوا أسمين كتير واللي بيحكوا باتجاهات معينة، بس حتى الإعلام مكبل في بلادنا، الإعلام مكبل إما بالمال صاحب المال هو من يحدد مسارك الإعلامي، أو إما بالزعيم السياسي، ونحن مكبلين، نحن مش أحرار مثل ما بنقول. نعم نحن طيب. أو ندفع ثمن حريتنا إذا كنا أحرار. طيب جميل، يعني قبل أن أغادر هذه إذا بدي يكون عم بحكي بواقعية. أوكي أوكي نعم. فلنتحدث الآن عن الإعلام اللبناني. أي. المؤشرات تشير إلى أنه بالإمكان أن يكون لبنان هو العاصمة الإعلامية للدول العربية جميعا بما يمتلك من أدوات وبما يمتلك من طاقات. لا أعلم هل إنه هذا المشروع كبله الصراع، صراع الإرادات على سبيل طبعا كبله السياسيين بلبنان وكبله السلطات الأخرى، مع وجود أكيد ناس إعلاميين بيشرفوا البلد. نعم. ويعني وهو الأشخاص في منهم كتير دفعوا أثمان، في منهم قتلوا حتى، في يعني في ناس تدفع ثمن كتير كلمتها وحريتها، بس الأسلوب بلبنان يمكن لأنه بينشاف برا على أنه حر، لأنه في سقف عالي إذا بدك بالتعبير. نعم. الكل يعبر، ولكن الإعلام مهمته أن يغير وليس فقط أن يعبر. جميل، هناك مساحة بين التعبير والتغيير. طبعا. عندما يكون التعبير غير مرتبط بالتغيير هذا يعني بأنه، وأنا مؤمنة أنه قادر على هالشيء، مؤمنة أنه قادر، ولكن مش عم بعرف شو اللي عم بيخليه محل مربط ومخزق هو جزء من الصراع كمان. دعيك مع مسألة القدرة، هذه أنا أحبها أن تكونين تقول هو قادر على أن يعود. طيب نوصد هذه النافذة، يطالعنا حرف الراء من كركي، ماذا اخترتي من مفردة؟ رأي. جميل. هناك قول لأبي الطيب المتنبي أحمد بن الحسين يقول الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي بالمحل الثاني. عندما يتحقق الإنسان أو يصل إلى رأي ناضج هذا يعني أن الرؤية أصبحت لديه واضحة جدا. لا أريد أن أتحدث عن آراء ريما كركي حيال الواقع وحيال المجتمع، ولكن أريد أن أداعب سيرتها الشخصية. نعم. ماذا تقول وما هو رأي ريما بحق ريمي ريما؟ أنت ما هو رأيك بنفسك؟ يعني هل أنت حققت ما كنت تصبين إليه على مستوى البيت والأسرة، على مستوى العمل الإعلامي؟ أنا إنسانة مريضة بالطموح. مريضة بعتبره مرض صار. نعم. ما عاد شيء طبيعي يعني، ومفكرة حالي فيني غير الدنيا. رأيي بجوانب معينة، بحب إذا بدك وضوحي، فما سميه إنه شجاعة أو شيء تاني، بس بحس وضوح. نعم. بحبه، بحس مش سهل إنه الشخص يكون واضح لأنه بيعاني، مش الكل بيقبلوه. ومحل آخر أنا بحس حالي بداية الطريق، على طول ما حققت شيء، على طول علي أنجز الكثير، أنا بستمتع بالرحلة أكثر من الوصول. جميل. فمش هيك بحب ضلني غرقانة بمهمة التسلق إذا بدك. على الرغم أن الوصول هو نتيجة وقطاف ثمر. إيه بس التسلق حلو، فيه تحدي، فيه نعم. حماس. جميل. فيه عقد أقل، الوصول بتكتر العقد، بتكتر الأمور يمكن اللي أنت ما بتحب تكون بشخصيتك. جميل. طبعا لا أتهم الجميع، بس في أحيان في أشياء بتعرفها حول مسائل الوصول. بعدين الوصول هالأيام عم بيكون خط عسكري مثل ما بقول بلبنان، مش خط تسلق جبال. مرة أخرى اسمحي لي أن أكون مشاكس. يعني قبل قليل قلتي بأنك مريضة بمرض الطموح. نعم. على الرغم أنه أنا لا أسميه مرض، إنما أسميها حالة إيجابية. الوصول هذا يعني وصول إلى شيء من الطموح والبداية بتفكير طموح آخر. طبعا. فلماذا تجدين نفسك في التسلق ولا تجدين نفسك في الوصول؟ أستمتع بالتسلق أكثر إذا بدك، ولكن الوصول أو قطاف الثمر هو أيضا فيه استمتاع. يبدو أني بحب التحدي أكثر من الطموح، ولكن هذا في نفس الوقت يعني يجعلك تسيرين في جانب، يعني في رحلة معينة. والإنسان الطامح هو الذي يفتح باب يرى ثم يغلقه ويفتح باب آخر يرى، وهكذا عملية تواصل. أنا ما قصدت أنه ما عم بحقق أشياء معينة، قصدت أني يمكن قد أتوقف بشكل كتير قصير على المكان اللي بحقق فيه الشيء، لأنه الهاجس الآخر بيسكنني بسرعة قبل ما ألحق صفق لنفسي أني وصلت لهالمطرح. نعم. فالهاجس الهدف الثاني بيسكنني بسرعة كتير. نعم. فببقى أسيرة الهواجس كل الوقت، عشان هيك سميته مرض. طيب يعني هل جربتي أو لا أقول هل عشت في يوم من الأيام
أنك خضت غمار إطلاق رأي معين ثم بعد ذلك ندمت عليه ندما كبيرا؟ أكيد بفي بس مش مذكرة. ما في إنسان ما بيغلط، وأنا لا أؤمن. لا أنا لا أقصد الأخطاء الطفيفة، ولكن الأخطاء التي لها تأثير على شخصية ريما كاركي. أكيد أكيد خبصت كتير مثل ما بنقول يعني خبصت بآرائي بعض الأحيان بكتير المراحل. خبصت يعني خلطتي؟ خبصت يعني يعني لا يعني عملت أشياء كتير غلط. نعم. يعني مش منطقية إذا بدك. نعم. بس لا بس بعتقد انه هذا كله بيعلمك اشياء كثير، يعني الفشل بيعلمك، الغلط بيعلمك، احيانا قساوتك على بارائك بتعلمك. لما بتشاهد نفسك، يمكن انا بشاهد هالحلقه لقيت محل انه قلت اشياء كثير تغيرت جواتي. نعم. انا انسان يتحول كل يوم، وهذا يعني اني لست ثابته، بس انا بعتقد الانسان اللي ما بيتغير الوحيد هو الميت لا يتغير. جميل، نستفيد من الاخطاء. يعني هناك مثل عراقي، مثل عراقي يقول لعلمت ما ضرت. يعني الشيء الذي تعلمت منه لم يضرني، لانه الندم مساله ايجابيه على فكره. نعم. الندم يعني انك انضجت. نعم. لانه اذا في شيء غلط عملته وما ندمت عليه لهلا يعني كارثه. في الاشخاص بيقول لك انا ما بندم. ما في حدا ما مش طبيعي هالشيء، بيكون يعني ما ادركوا بعد اخطائهم بالحياه. لا انا ندمت على امور كثير. جميل. الندم هذا يعني انك اعترفت بخطئك. واعتقد انه وصلت لنضج معين لا قدرت اندم، يعني مش مساله. جميل. نوصد هذه بس لا يكبلني الندم يعني. نعم. نوصد هذه النافذه، حرف الكاف يطالعنا مره اخرى، يحبنا هذا الحرف. جميل، لذلك هو موجود في طريقنا مره اخرى. ماذا اخترتي؟ كلمه. نعم. كلمه. كلمه. أستذكر قول لكافكا تشيكي الذي يكتب باللغة الألمانية، يقول الكلمة هي شكل من أشكال الصلاة. شكل من أشكال الصلاة، ولكن ليست كل كلمة. رب كلمة تؤدي إلى إشعال فتيل حرب لا تنطفئ. ورب كلمة تستطيع أن تجعل تلك المتمردة في يديك كالخاتم، ورب كلمة تجيد من خلالها أن تموه إلى الآخرين. يعني أنت لك دربة مع المفردة والكلمة من خلال هذه الكتابات. هل قلت الكلمة التي أردتها أم أن هناك كلمة ما زالت تتلجلج على لسانك؟ الكلمة هي مفتاح القلوب إذا بدك. نعم. من وحي الشيء اللي أنت قلته هلأ، هي مفتاح القلوب. هي لازم تعرف إمتى أنت تكون دبلوماسي، ولازم والدبلوماسي ليس خبيث، لأنه بعض أشكال الدبلوماسية فيها خبث على فكرة. أو لازم تعرف إمتى تكون عنيف، عنيف بمعنى صاحب موقف، مش عنيف بإنك تستفز الآخر. نعم. إنك تستقطبه للآخر، لأنه هذه قوة إنك تستقطب الآخرين. قلت كلمتي بعد إنه ما بعرف إذا أنا بموقع إني أقول كلمة، أو أنا بحس على طول إنه يمكن إنك تكون بين الجنود أفضل ما إنك تكون أحيانا متزعم المسائل إذا على شكل الزعامة اللي عم نشوفها. لا نزال في بحث عن زعيم حقيقي. بس قلت كلمتي، كل يوم عندي كلمة مختلفة أقولها بطريقتي. جميل جميل، هذا يعني أنه في كل يوم هناك إن كان بـ بـ بالمسائل اللي عايشينها، إن كان بمواقف الحقوقية للمجتمع، إن كان بكلمة مع أولادي بتنمي شيء حلو فيهم، إن كان كلمة بندم عليها قلتها بوقت عصبي أو أو معصبة فيه. فبس هيدا جيد. بس هذا الشيء مرحول وكمان متغير. طيب بدك. وهناك كلمة من المخرج يقول المتبقي دقيقة ولدينا حرف ومفردة، حرف الياء. أترك لك اختيار هذه المفردة والتعليق عليها. ماذا تختارين للياء؟ بدك أنت تعلق، بدك تنقي لي أنت اللي شيء بالياء نختم فيه. تريد لتبادل الأدوار؟ يلا. يعني ماذا أختار لحرف الياء؟ أختار يا رب. يا رب. بلشنا بربي وأنهينا بيا رب. وأنهينا يا رب. إذن فلتكن المسك الختام. أنا كنت أختار اليم صراحة. اليم. طيب البحر. البحر. البحر هو جزء من جغرافية لبنان. ما ماذا وجميل جدا. ساحر يسحبك إلى مناطق من التأمل والتعبير لا يمكن أن يكون لها حد، ولكن البحر في تأملات ريمي كاركي، البحر في كتابات ريمي كاركي. البحر هو إذا بدك بحر العشق والغرام والإحساس اللي بيعطيك دفع على الصعيد الشخصي. وانا اؤمن رغم انه ما حكينا كثير عن الحب في حلقتنا، كانت هيك باتجاه معين، بس انا بحس انه بالحب الاشياء كلها بتنمى وبتكتر، وعلى قد ما كان قلبك فياض بالحب قد اليم وما قدرت تعمل حدود لهالحب كان اوسع من حدود قلبك، على قد ما انت انسان محظوظ وعايش حياه حلوه. جميل. الحب كما يقول الامام الصادق
عندما سئل عن الحب قال: وهل الدين إلا الحب؟ شكرا جزيلا للإعلامية اللبنانية والكاتبة ريما كركي على هذه السياحة الحرفية. شكرا لك ورمضان كريم للجميع. علينا وعليكم جميعا. الشكر أيضا موصول إليكم أحبتي المشاهدين لسياحة حرفية مع شخصية إعلامية أخرى. أحييكم، أنا نجل فتلاوي، في أمان الله. شكرا لك.